حققوا. طيب دكتور احمد اتفضل. دكتور احمد الشعراوي اتفضل. يا دكتور احمد، طب نجيبه تاني يا جماعه. طيب الاستاذ احمد، استاذ احمد مهران. استاذ احمد اتفضل، هنشوف بس مداخلتين وبعد كده ارجع. استاذ احمد، استاذ احمد مهران. استاذ احمد الو. يا استاذ احمد اتفضل. ايوه يا استاذ وائل، سامعني؟ اسامعك، اتفضل. انا محمود يا فندم. طيب محمود، بس عشان الاستاذ خليك معايا، الاستاذ احمد مهران عنده مداخله. استاذ احمد اتفضل. طيب محمود اتفضل. يا استاذ محمود اتفضل. هو حقيقة يعني انا بتكلم لشهادة الحق يعني، لكن انا حقيقة رحت زرت هذا المكان لحب الفضول، ليس اكثر ولا اقل. يعني زرت فعلا المكان دوت ورحته لان كان عندي فضول اني اشوف ده بعيني فعلا اذا كان ده موجود او لا. فانا فعلا رحت، لكن للاسف طبعا ما كنتش عارف المواعيد والكلام ده، فرحت في يوم غير يوم الجمعه. واضح ان يوم الجمعه ده مخصص للزيارات الجماعيه. فرحت العصر ولقيت الاستاذ خبطت على الباب، ونزل لي الاستاذ حسام من فوق، كان هو قاعد فوق. صحيته من النوم بصراحه، ونزل فتح لي الباب وقال لي اتفضل حضرتك اقعد، ودخلنا مع الكنبه هو في الاوضه اللي كان بالضريح. وانا دخلت لفيت جوه المكان وصليت ركعتين عادي. انا طبعا يعني مش مؤمن بالكلام ده تماما، لكن زي ما بقول لحضرتك هو حب الفضول هو اللي دفعني ان انا اروح واشوف المكان. ادخل في الموضوع، ادخل خلاص. دخلت يا استاذ محمود، اتفضل. فهي بس اللي لفت انتباهي موضوع التبرعات، هو ده اللي انا حبيت اعلق عليه. ان انا وانا خارج كلمت الاستاذ حسام وقلت له انا عايز اتبرع هنا المكان لو انتوا بتقبلوا فلوس او حاجه، فهو رفض. الاستاذ حسام دي شهاده حق انا بقولها بس لوجه الله. هو قال لي لا حضرتك احنا ما بناخدش تبرعات للمكان بس. فانا زرت المكان وصليت ومشيت، لكن هي دي شهاده حق انا بقولها في حق الاستاذ. شفت صور الانبياء في المكان؟ انا شفت صور بس زي ما قالت المدام اللي جنب حضرتك، هي على حسب تخيل كل شخص. يعني فعلا انا ممكن اشوفها بشكل، وشخص ثاني ممكن يشوفها بشكل ثاني، وشخص ثالث يشوفها بشكل رابع. يعني الصوره بتاعت ستنا مريم و اللي بيقولوا عليها يعني ستنا مريم وسيدنا زكريا، انا ما شفتش الصوره دي. انا يعني صوره زي دي مثلا، يعني الصوره دي ظهرت مؤخرا. هي ما اعرف منها هي صوره مرسومه ولا لا؟ انت بتقول فيها كذا شكل، يعني الصوره اللي فاتت لا، يعني الصوره بتطلع زي يعني ماسكين في صوره ستنا مريم. ماشي، هي صوره توحي بشكل شخص، بشكل انسان. مش توحي، وما ادراكي وما ادراكي ان ده سيدنا زكريا او سيدنا يحيى. طيب. او سيدنا او سيدنا ابو جهل. انا بس مين يعني؟ انا ما اعرفش. اتكلم دقيقتين، ممكن اتكلم. هاخد بس ما يمش الاستاذ احمد مهران. عايز ارد عليك على حاجه. طب اتفضل استاذ احمد مهران، اتفضل. الو، مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير استاذ احمد، اتفضل. تحياتي ليك ولضيوفك. اتفضل، اهلا بيك يا استاذ وائل. احنا يعني لا يهمنا في هذا الامر الا يعني اظهار الحقيقه، وان كان في امر يعني حقيقي موجود ربما الدوله تتدخل لتوضيحه، وان كان في حاجات غير حقيقيه يبقى لابد ان يحاسب كل من تدخل وكل من ساهم وشارك في نشر هذه الامور. الأخ حسام الدين محمد حسن محمد زمزم ووالده الحاج محمد حسن محمد زمزم والشهير بسعيد زمزم، واللي سبق وحررنا ضدهم عدد كبير من المحاضر وقضايا النصب والاحتيال، آخرهم المحضر رقم 2376 لسنة 2017، اللي بينصبوا على الناس وبياخدوا فلوس من الناس وبيوهموا الناس بحاجات غير حقيقية. مجموعة من الرخام النقي جدا اللي مرسوم عليه بطريقة حرفية جدا باستخدام الخداع البصري اللي انت ممكن تشوف الصورة من كل زاوية بشكل معين، وبيستخدموا من الأساليب اللي بيستخدموها للنصب والاحتيال على الناس، ان هم يرفضوا ياخدوا تبرعات ويقول لك اعمل انت، اعمل انت، افرش انت، اشتري انت سجاد. احنا عايزين، خدوا من موكلي فلوس، وموكلي اسمه محمد احمد حسن غراب، وانا اديت تليفونه للكنترول، خدوا منه فلوس وقالوا له احنا عايزين نشتري البيت اللي في خلفيه المقام، عشان ده هيبقى المنصه اللي هينزل عليها جبريل ينادي على المهدي المنتظر، لان المهدي المنتظر هينزل في المكان ده، لان المكان ده هيكون هو تجمع العالم كله. انت بتتكلم بجد؟ ده موجود في الورق القضيه؟ بقول لحضرتك
عندك معايا محاضر وارقام محاضر وارقام محاضر. النزاعات دي مشاكل. بص النزاع خلينا اسمعه الاستاذ حسام هيرد. اتفضل. النزاع الاخير ده هم ناس بتتكلم برضه. لا لا هو بيتكلم زي بس خلينا اسمعه يا جماعه. هو على التليفون يوصل معلوماته وبعد كده نعلق عليها. دي مش معلومات دي. وموجوده منظوره امام النيابه العامه في الزقازيق ضد حسام وضد والده لانهم بياخدوا من الناس فلوس. اخرهم ايصالات امانه اخر ايصال امانه ب 24000 جنيه وانا بقول له يا حسام اهو بالارقام وانا هجيبك قريب عشان بيلموا من الناس فلوس بخدع وحيل. هجيبه يا راجل ما بيطلعش من الضريح. لا حسام ده بقى لا بيصلي ولا له علاقه بالدين. على فكره الكلام ده افتراء والله وانا عارفه الاستاذ محمد غراب انتوا بتفتروا على الناس وبتشوهوا سمعتهم وانتوا طالعين دلوقتي تشوهوا سمعتهم يا استاذي. يعني اتقوا الله اتقوا الله في المكان عشان هو طرد من المكان الاستاذ محمد غراب فانتوا عايزين تشوهوا المكان. الاستاذ محمد غراب ده انا اعرفه شخصيا وانا عارفه اللي بيحصل والمشاكل اللي حصلت. استاذه هند بعد اذنك فشهادتك مجروحه لانك انت على النزاع معاه. عارفه محمد غراب شهادتك مجروحه لانكوا على نزاع معاه قائم دلوقتي وعارفه الموضوع ايه. اتقي الله اتقي الله في هذا في الكلام اللي انتوا بتقولوه. سيبيني نكشف الالاعيب اللي انتوا بتعملوها على الناس. الاعيب ايه يا فندم؟ مفيش اي مصلحه. انت اللي بتعمل الاعيب وتشوه دلوقتي الراي العام وحضرتك المفروض ما تتكلمش في البرنامج عشان انت على نزاع معاه. اكمل انا مش عارف اسمعك. اتقي الله كمل كلامي. حسام ده طول الوقت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك ومن شهرين كان بيحكي لمحمد غراب عن انه في واحده بيتواصل معاها اسمها هند وان بيحاول ان هو يجمع فلوس عشان عايزين يشتروا الارض اللي حوالين المقام عشان يوهموا الناس ان دي الارض المطهره اللي هينزل فيها. طيب خلي الاستاذ حسام يرد. استاذ حسام سيادتك طبعا ما سمع كل كلمه هو بيقولها. هل ده صحيح اتهامات بالنصب والحصول على اموال وعايز بيت تجهزه منصه حتى يعلن من خلالها سيدنا جبريل مجيء المهدي المنتظر؟ استاذ وائل استاذ وائل ممكن ارد؟ احنا بنشتغل يعني يا استاذ وائل. اتفضل اتفضل. دخلنا في موضوع تاني. اتكلم في جزئيه الاول وارد بعد اذن سيادتك. اتفضل. الشخص اللي هو بيتكلم عليه اللي اسمه محمد احمد حسن غراب بعد اذنك بس خد البيانات عندك سجلها اللي انا هقولها دلوقتي. رقم بطاقته 25 80 92 50 20 3 1 5. ده مترحل من امريكا اللي بيتكلم عليه ده. مترحل من امريكا تنظيم جهادي. تنظيم جهادي. وعنده من سنه 98 2002 في مديريه امن القاهره 40 قضيه نصب في اسكندريه. دور على الكلام ده ما تسمعش مني حاجه خالص خالص. قالوا على الهوا اهو. ده مترحل فضل. من امريكا. اتفضل تاني تاني باكد تاني باكد الكلام تاني واسال ورايا. اسال امن الدوله. طيب. هسأل الأستاذ أحمد وارجع لك تاني. أستاذ أحمد اتفضل. أنا أنا لا يعنيني أنا ما أعرفش كل التفاصيل دي إن كانت صحيحة ولا لا. أنا بالنسبة لي ده الموكل بتاعي وقضايا إحنا ماسكينها وبنشتغل فيها الراجل ده اتنصب عليه ومعانا إيصالات أمانة من حسام اللي بيتكلم ده إنه خد من الراجل فلوس. اتنصب عليه يا فندم. روح خد الوصولات اللي أنت واخدها دلوقتي ومجهزين لك الفلوس روح خدها يا فندم.